يا حياك الله. عليك وعلى الكابتن راشد وكابتن شهاب وعلى حياك موسى الله. وعلى عبد الرضا. اول شيء يبارك الجماهير القادسيه ويقول هارد لك جماهير النادي العربي. كابتن راشد آمرني آمرني حبيبي. ما يهمك. اول شيء انا عرباوي وكل روح رياضيه اقولها اليوم القادسيه ما فاز. ما فاز؟ اي القادسيه اليوم ما فاز. اليوم القادسيه ما فاز بثلاث نقاط فقط. اي اليوم القادسيه فاز بالتنظيم. احترم الجمهور والضيف. نعم. من خلال البوابات، من خلال المرافق. الصراحة يعني احترمنا النادي القادسية، لازم نشكره، وهذه حقيقة لازم نقولها. وأنا أشكر روحك الرياضية. ومو شيء صعب يا كابتن، يعني البوابات كلها مفتوحة لنا. لوحات إرشادية، أسهم إلى مكان الضيوف وين يقعدون. وأنا عجبني حتى التقسيم، يعني تقسيم 60-40، هذا يحفز الجماهير للحضور صراحة. واليوم صراحة حسينا بعودة الكرة الكويتية، بعودة خطبيها صراحة. فأشكر إدارة نادي القادسية، وأتمنى من جميع رؤساء الأندية أنهم يحذون بهذا الحذر. يعني أنا عرباوي وقاعد أتكلم، يعني أنا أطلع من المدرج، أطلع من المدرج أروح المرفقة بكل أريحية. وأنا أيد أن أبناء النادي هم اللي يمسكوا البوابات، يعني مع احترامي لرجال الأمن، لكن هم مو متخصصين صراحة. اليوم ارتحنا بين الشوطين، انت بتروح تصلي، امور كلها سهله، تدش وتطلع. فاشكركم على حسن الضيافه. مشكور. شكرا اخوي مبارك. والشيء بشيء يذكر، انا يمكن اليوم هذه اول مره في تاريخ دورينا وعملوها الاخوان في نادي القادسيه، ودائما الاخوان في نادي القادسيه افكارهم ومقترحاتهم دائما تكون هي السباقه. يعني لما دخلوا اللاعبين كانوا الشباب صغار معاهم في، اي نعم صغار، حاطين شعار اسبوع المرور الخليجي يعني الالتزام بقوانين المرور والامور. بس صار هاي مو اول مره. صارت وين؟ صارت هم مباراه العباسيه، كنت حاضر انا واخوي الكابتن خلف سلامه. ايه؟ قبل ثلاث مواسم. ايه؟ ايضا نفس الشيء، كان اسبوع المرور وكنا رايحين احنا ومعنا اللاعبين الصغار مع الفريق. وهذه دائما هم يعني دخلنا، اي دخلنا احنا، كنا انا وخلف الله يذكره بالخير، خلف سلامه نصبح له بالخير، مع اللاعبين الاولاد الصغار مع اللاعبين ودخلنا. وهذه دائما لما كنت تلعبون غزل؟ لا تو تو قبل ثلاث اربع مواسم قبل كورونا. دخلتوا ياما شنو هاي؟ كنا لابسين هم فنيله اسبوع المرور. ودخلنا مع اللاعبين الملعب نفس شلون مع الصغار. دخلنا انا وخلف الملعب. وقفنا مع اللاعبين ومع ادري ايش معنى، ايش معنى داش يعني اسبوع؟ هم اخواننا في الداخليه اذا مختارين يعني دائما، اي دائما العربي والقادسيه. اي اي يعني هذه فكره العربي الداخليه ولا الداخليه؟ الاطفال هذا، الاطفال نعم الاطفال. دائما في اسبوع المرور اخواننا في وزاره الداخليه. ليش ما سووها بمباراه كابنا والساحة؟ ما ادري، عندهم ينقل مثل مباريات الجماهيريه، يقول الجماهيريه عشان انه يشوفون اليوم هذا. وايضا كنا انا وخلف، حتى موجوده عندي صوره اوريك اياها زين، ان يسوون هذه الامور. بس سوى الجو بالعاده لو تصير مع مباريات كابنا. نعم نعم الجو. لا بس اليوم يحتاج جماهير. تفضل وسام. اليوم اليوم اسف ابو موسى، اليوم حتى يعني في نقطه لازم نذكرها، الجمهور وتعاونهم مع الناس. نعم. يعني اليوم ترى يعني صحيح الدخل اللي وصل للقادسية اليوم 25,000 دينار كويتي. نعم. وهذه هذه سابقه يعني بالنسبه للدوري عندنا. لا لا اللي شفناه بعد ابو سالم، وهالشيء ايضا لابد نشيد فيه بالجمهور، اخلاقهم العال. ما شفنا احد، انا يعني بالجمهور على الاقل بالتلفزيون، انا والله ما شفنا احد حذف. والله لا لا يعني في تنظيم زين، تعرف الامور تصير. نعم مرات. نعم. مباريات القادسية والعربي دائما اللي يحذف واللي ما ادري شنو واللي، فهذه اللقطات ما شفناها اليوم. فنشكرهم اليوم حتى صراحة. المشاكل ما فيها مشاكل كبيرة. نعم. داخل. نعم. الملعب.